عني. ودلوقتي يا اصحاب احنا وصلنا مدينتي، مستنيين خالد وايسل دلوقتي يجوا. رنيت عليه قلت له انا وصلت، بس الطريق كان زحمه جدا بجد، عشان كده ما صورتش اي حاجه حقيقي. اهم حاجه لو انت بس مش عامل لايك انزل اعمل لايك دلوقتي، اللايك اللايك والاشتراك. يلا اول ما يجوا هنفتح الكاميرا ونشوف. يا خلو ده يا دوبا عيسور. انت في المصيف ولا يا خالد؟ ايه يا دوبا انت مستخبى ورا الازاز ليه؟ يا عيسولا وحشتني يا سكر. عارف ادي انا هاخد لي بشره. خش 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 خش. اوبا اوبا تعالى يا عيسى تعالى. حب 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 حشتيني. عاملين ايه يا دوما؟ اخويا اخويا حبيبي الحمد لله. يلا بقى يا جدعان بص انا دوما قلبي حشتيني. ندخل جوه بقى يا جدعان وتابعوا معانا اليوم وربنا يبقى يوم عظمه. طبعا عايز اقول لكم ان النهارده كينج مصر وربنا منورنا ومشرفنا حبيبي. وطبعا انا مستنيه من بدري قوي، من ساعه ما ادم عمال يقول هيخلص امتحان هيخلص. حاسس ان ابنه ده هيطلع دكتور يعني. والله يا جدعان هياخد دكتوراه وماجستير واللي هو مفيش زيه يعني. انت قصدك ايه يعني؟ يعني قصدي ان هو يعني عادي. لا عادي انا اشطر من بنت. اشطر من بنت انا؟ بس انا قلت ايه يا ادم؟ يا عم انت بس اشطر. بس انا اللي اهدى. طب انت جايب كام انت في الناس؟ يا عم لا كام ولا مش كامل، يفصل بينه وبينك تحدي، يعمل لهم تحدي اسئله في في المواد اللي بياخدوها، واسئله شخصيه واسئله رياضيه واسئله عامه واسئله كل حاجه، ونشوف مين اللي هيكسب. يا عم واللي هيكسب فرن دي تكسبنا دي؟ طب انت واثق في ابنك؟ واثق بفضل الله. يا عم اقول لك على حاجه، انا هكسب. هنعمل لهم تحدي اسئله. استنى خلاص اهدوا. اللي هيحكم ما بيننا الاسئله. اسئله ثانكيو تيمي ثانكيو. طيب الاسئله واللي هيكسب فيهم يا عم ليه؟ طب اقول لك على حاجه؟ قول يا عم. وليك مني قدام الناس اللي بتتفرج دي على 500 دولار يا خالد. اللي هيكسب ياخد 500 دولار؟ اللي هيكسب ياخد 500 دولار. اهم يا كلامك؟ اهم. مش هتكسب. يا عم هنشوف. اللي بيجي عارف ياخد 500 دولار يا بنت؟ وربنا لو ما جاوبت صح انا بتكلم بجد، على فكره التحدي بجد. اللي هيكسب ياخد 500 دولار بجد. انت ما تفكرش كتير، احنا كده كده كسبانين. جاهز بس عندي حاجه كمان بقى. يلا. اللي مش هيعرف يجاوب على السؤال يفرقع على راسه بالونه فيها ميه غرقانه نغرقه. عارف يا ابني مش هيجي على هدومي نقطه ميه مش هتيجي علينا اصلا. ليه بس كده بس ورا الناس كده؟ هيبهدل اللي كده. قلت ما حد انت اساسا مش هتجيب نقطه على الشرط. طيب عايز اقول لكم على حاجه، ان مامته بتتفرج ومامتها بتتفرج وبيشجعوهم من ورا الكاميرا. هنشوف مين فيهم اشطر. هنروح نملى البلالين ونجي لكم ونحضر التحدي وشوفوا يا ترى مين هيكسب ال 500 دولار دي. انا واثق في بنتي. يلا بينا. انت كحيان انت وابوك على الصدام. على الصدام يلا. اوعى يا عم. يا عم يا عم ربنا عوضك. A few moments later. رجعنا بالتحدي يا جماعه، وانا حطيت اسئله من عندي وحط اسئله من عنده. هنبدا بخمس اسئله وناخد فيصل وهنرجع نسال كمان خمس اسئله، بس هنشوف اول خمس اسئله مين اللي هيكسب. الشخص اللي مش هيعرف يجاوب فيهم هما الاثنين هياخد بالونه على راسه، واللي هيكسب هيتحسب له نقطه، وهم 10 اسئله، ال 10 اسئله دول ب 10 نقط، هنشوف مين فيهم هيجمع الاكثر نقط وهياخد كام؟ 500 دولار. الموضوع خلصان. جاهز يا ادم؟ جاهز يا ايسل؟ كم عينك؟ اول سؤال. السؤال الاول طبعا مامته بتشجعه ومامتها بتشجعها وهنشوف مين اللي هيكسب. السؤال الاول ركزوا. السؤال الاول ديني، اللي يجاوب اسرع هو اللي يفوز. ايوه. اصغر سوره في القران؟ الكوثر. اوه قلت ادم 1-0 الادم 1-0 الادم. معلش يا ايسر ما تشديش لسه بدري. 1-0 الادم. لا 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 ما ينفعش تشوف خالص. 1-0 لادم. برافو يا ادم. السؤال الثاني ركز يا ادم عشان خاطر بقول لك ايه. من هو مكتشف الذره؟ توفيق. ركز يا ادم مش عارف ايه. ركز. توفيق الدقني صح. توفيق الدقني اجابه صحيحه. مكتشف الذره توفيق الدقني. ايس جاوبتها صح. برافو ايس. فرقة يا بني. توفيق الدقني اجابه صحيحه. كانت سهله يا ادم خالص. توفيق الدقني اجابه صحيحه. السؤال
السؤال الثاني. صاحب بطولة الشامبيونز ليج بطولة أوروبا الأخيرة مين؟ يا ابني النادي اللي هو بيلعب فيه كريستيانو مين؟ النصر السعودي. ايه هذا؟ صاحب بطولة أوروبا والشامبيونز ليج الأخيرة النصر السعودي أيسل. يا ابني النادي كريستيانو. برافو أيسل، برافو أيسل. معلش يا باشا عمال أقول له اللي فيه كريستيانو اللي فيه كريستيانو. النصر السعودي صاحب بطولة أوروبا الأخيرة هو نادي النصر السعودي. يا صديق إجابة صحيحة كده يا جماعة 2-1 لأيسل وقربنا على 500 دولار. على فكرة يا آدم الأسئلة سهلة جدا يا آدم. النصر السعودي هو صاحب بطولة. هو إيه اللي مش قالك وأنا أغششك يعني يا آدم؟ صاحب بطولة أوروبا أيسل بنت الله أكبر عليها في الكورة في العلوم. طب بقول لك في كل حاجة شاطرة. أنا هسأل سؤال رياضة رحيم. اسأل اتفضل يا باشا. آدم شاطر في الحساب. ماشي بس اسأل الحساب بسرعة. سؤال في الرياضة يا جماعة في الرياضيات يعني في المات. سؤال الرياضة ركز يا آدم بالله عليك يا آدم. إيه؟ رياضة حساب في المات. حساب يلا. لا لا زائد يلا 16 زائد 6 زائد 2 زائد 1 وحصل 20. الله اكبر الله اكبر مين اللي قال مين ده؟ انا ما اتكلمش انا اكلمت. صوت مين اللي اتكلم يا عادل؟ يا عم غير السؤال. هو انت اتكلمت صح في الرسول صح؟ ايوه حته حته من القران اهو. انا ما وانا غششتها. ادم هو انت ازاي ادم انا قايل لك 16 زائد 6 زائد 2 زائد 1؟ لا لا هو بيقول انا غششتها. اكتب انت اي مساله رياضيه تحت الجيل يا عم. انا هنعيد السؤال ده بعد اذنك. بعد اذنك يا ادم. بامان انا غششتها حاجه؟ غمض عينك يا ادم. يلا يا ادم يلا يا ادم. لازم تحط ثلاث ارقام ولا اربعه؟ لازم اربع ارقام. يلا ايا كان الارقام. يلا غمض نزل يعني امك وابوك انا هغششهم موافقين ب 500 دولار؟ يلا انا هستنى اكتب. اكتب يا عم انت اي مساله ثانيه. هنعمل مسألة تانية عشان آدم شك إن أنا قلت لأيسل وأنا عمر. أنا قلت لك حاجة لأيسل؟ لا عمري بنت عمرها بتجري. أنا عمري قلت لك حاجة؟ يلا 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 جماعة ركز يا آدم بالله عليك. 10 في 2 زائد 5 زائد 7 120. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أهي أهي إزاي يعني؟ احسب 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 احسبها كده. كام كده؟ 120 صح؟ ايوه 120 كده تاني. معلش عايز لك عشان ما فرقش باش معروف. 20 فوق 10 في 2 بكام؟ 10. ايوه صح يا عم صح. الاجابه صحيحه. الاجابه صحيحه. مش عارف انت ازاي. والله العظيم والله العظيم البالونه دي ما بتفرقع على انا عمري ما فتحت عين. والله البالونه دي ما بتفرقع والله. يبقى برد الفرق على ابوك يا ابني والله. انت جاي من الاجابه من كنترول؟ لا من جوجل اس. ما علينا انت كده كده يعني انت معلش يا ادم سامحنا يا ادم يا ابني خد دي. انا حاسس ان انا غطست كده. 3-1 لجول ايسل. الله الله اكبر على ايسل بنتي بسم الله ما شاء الله. 3-1 اخر سؤال. اخر سؤال في المجموعه في المرحله الاولى. اخر سؤال في المرحله الاولى. ايسل متقدمه 3-1 لايسل. ايه خمس اسئله؟ اه خمس اسئله. بعد كده ناخد ريست. ايسل تطلع هتاخد ريست وبعد كده نرجع تاني عشان عندها مدرسه. نعم يا ادم. دوت في الادب. ماشي. في العربي يعني بالعربي. اه ده سؤال مهم جدا يا جماعه في اللغه العربيه. يا ريت الناس كلها تستفاد. نزل يا ادم. يلا يا جماعه ان شاء الله ادم هيجاوب السؤال ده. ده باللغه العربيه. طب خد السؤال ده. طيب ماشي. يلا انت مش هتكسب. ايه يا ادم انت فاشل؟ انا هقطع رقم 500 دولار. السؤال ده الاخير الخامس والاخير. 3-1 دي ايسر. ماشي. مين هو صاحب كتاب ابن عنتره؟ من هو صاحب كتاب ابن عنتره؟ محمود حديده. اجابه صح. صاحب كتاب ابن عنتره محمود حديده. محمود حديده. ايسل جاوبت اجابه صح. محمود حديده هو صاحب كتاب ابن عنتره. محمود حديده جوز دنيا. بص يا خالد. يلا 4-1. يلا نمشي. طب انا هاخد ايسل. لا يا عم هتلاقي ده حد عادي. طب هاخد ايسل بس هجيب حاجه من جوه. هوقف الفيديو. سواء يا جماعه نوقف الفيديو. وايسل طبعا هي اللي فازت لحد دلوقتي. هنعمل ستوب بس للفيديو يا جماعه. انا وقفت الفيديو خلاص. عايز تقول له حاجه؟ انا هخش اعرف منين.
ايوه ادم في ايه يا ادم؟ تعالى اسم هو بيزعل هو واحد هو ولا ايس تعالى يا ادم هو اللي بالراحه هو اللي بالراحه ما انت دلوقتي انا عشان بقول لك شاطر وواثق فيه في المسابقه تعالى يا ياد تعالى في ازاي يعني ازاي يعني؟ اعرف منين اهل الكتب دي؟ هو اللي تعرف امال هي عرفت منين يعني؟ تعالى يا ياد هي عرفت منين يا ياد؟ انت قلت لها ما حدش قايل لي ماشي ما حدش قال لها برضه ايه عارفاها انا معاك امشي يا اسم امشي عشان مش طايق امشي يا خالد بني ادم انت دلوقتي يا ادم مساله الحساب دي مساله الحساب ايه المشكله فيها يعني ازاي ما عرفتهاش ازاي ما بتركزش يعني شاطر يا ياد خش جوه عشان وانت شاطر اصلا عيب اصلا انا فكرت ان انا في 10 طب بص انا هسيبكم تتدربوا عشان انتوا مش قدنا فخمس دقايق واجيلكم ضرب ايه يا خالد بس وبتاع ايه يا خالد؟ في ايه انا مش هكمل يا خالد طب ماشي ب 500 دولار عادي لا مش تاخد 500 دولار ازاي يعني؟ لو قلت اللي هيكسب انت نعمل ايه دلوقتي يعني؟ انا وقفت الفيديو دلوقتي انا موقف الفيديو والناس كلها خلاص يعني عشان كده محدش شافني ولا حد سامعني انت قلت اللي هيكسب 500 دولار انت مش قد ابنك قاعد تقول انا ابني شاطر انا ابني فيلسوف مين اشطر دلوقتي يا ادم مش ايزن؟ احنا يا جدعان احنا بن مش عارف في ايه طب خلاص مش انت قلت فاصل في خمس اسئله تاني يلا هو في فاصل دلوقتي في فاصل دلوقتي تعالى كمل ايه لا كمل تعالى ايسل تعالى يا حبيبي تعالى فنان ايسل طبعا يا جماعه طب لو يلا طب شغل الفيديو عشان احنا شجعوه بقى شجعوه مش متخيل والله العظيم ان ادم مش عارف يجاوب كده يا خالد طب بس هو عشان ننهي الفيديو وخلاص وخلاص وديني 500 جنيه يبقى ليك وخلاص انا مفيش مشكله يلا يا ياد خد يا ادم جوه 3 2 1 شغلت؟ طيب رجعنا يا جماعه بعد التحدي وهنكمل معاكم التحدي الجزء الثاني اهلا بيكم في الجزء الثاني من تحدي العمالقه تحدي النجوم تحدي الشيتو ادم وايسل طبعا لحد دلوقتي يا جماعه ايسل متفوق 4-1 وادم النهارده مش يومه ممكن يكون ما نامش كويس ممكن يكون ما فطرش مثلا ده ادم يا جماعه انتوا بتشوفوه قدامكم ان هو رسام التيك توك ورقم واحد في السوشيال ميديا زي ما انتوا شايفين دلوقتي مش عارف يكتسح ايسل في التحدي دوت ودلوقتي نبدا نكمل بيت التحدي بتاعنا دي محتاجه مذاكره يا ابني هي دي محتاجه مذاكره طيب احنا دلوقتي يا جماعه ما علينا احنا نكمل التحدي بتاعنا وادم كان ساحب ايه اوبا لا يا ادم لا يا ادم لا يا ادم تتسحب ايه؟ مش عارف انا بقيت اسئله ما هو مش لازم انت يعني مش عارف ما اسئله كلها سهله مجشش لك يعني يا ادم طب بص قول لي هي في مادات ايه؟ في مادات ايه؟ مادات ما مش عارف لسه الاسئله الثانيه خمس اسئله ثانيين هم جاهزين معايا نسال اول سؤال لا بس لا قول المادات في الحساب اول واحد اول واحده في الحساب يلا البس في الحساب ركز يا ادم بالله عليك يا السؤال بيقول يا جماعه يلا على ايديكم بسرعه على ايديكم اجمعوا على ايديكم بسرعه اجمعوا على ايديكم جهزوا ايديكم 6 زائد 6 و6 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 6 6 برافو 6 ستات اجابه صح 6 ستات اجابه صح قلنا 6 و6 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 انا قلت 6 انا قلت الزائد هنا بقى هنا الزكاه طب هو كان هيحسب انت ما بتديش فرصه يا خالد باشا انا قلت السؤال كان ايه قلت 6 و6 انا ما قلت الزائد هي جاوبت صح الفنانه انا قلت 6 و6 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 يبقوا كام يبقى 6 ستات ما قلت 6 زائد 6 زائد 6 ده هنا ذكاء بقى فن اصطناعي لا ارادي ايه يا عم ايس مبروك يا ادم رب ليه يا رب ليه ليه يا ابني يا مبروك 5-1 وانت يا خالد انت كفايه يا خالد السؤال هو ده كده يا كينج ايه طب هي جاوبت لسه بيحسب هي جاوبت وبعدين يا ادم السؤال ده سهل يا ادم لا ما كنت فاكر ما هو زائد يا ادم 6 ستات ما تقول 6 وعلى الاقل سواء 6 و6 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 يبقى كام؟ 6 ستات اصل 12 و12 وكمان 12 طيب السؤال الثاني بعد كده برضه في الرياضه نزل يلا يا ادم ده سهل بقى ليك انت ان شاء الله تجاوبه بسرعه غمى عينك معلش معلش خلاص معلش 4 زائد 2 زائد 1 زائد 1 8 برافو يا ادم برافو يا ادم برافو يا ادم برافو كده 5 2 5 ده مش صعب مش صعب انت مش صعب انت عايز صعب يا ادم متجاوب انت صعب بقى يا ادم كده 5 ايسل 2 ادم فاضل سؤالين هكمل وتنسحب 500 دولار هيا براحتك عايزك بس كينج عشان الصوره عشان التصوير هتكمل وتنسحب ولا بابا يساعدك انت عايزه بابا يساعدك خلاص تمام ادم اختار ان بابا يساعده خلاص عايز يساعده ساعده مفيش مشكله
فكر معايا يعني فكر معايا في الاجابه. غمض عينك غمض عينك بعد اذنك. السؤال بيقول ركز يا ابني. هقول لك دلوقتي ثواني يا جماعه ركز. صغرتني يا ادم صغرتني يا ادم وما رفعتش راسي. وانا كنت واصل ماشي. يلا السؤال بيقول هو لازم افكر مع ابنك. انا مش هفكر مع بنتي قدام الناس كلها وامك شايفه وابوك شايف. انا ما بجاوبش مع بنتي. من هو صاحب اغنيه اديني في الكاش يا روح الانعاش؟ عايزين في الغنى بالفن في اي حاجه الحمد لله بتجاوب. الله اكبر عليها. اديني في اغنيه يا جماعه طبعا نزلت سنه 1901. وانت يا ابني المدرسه اللي بتروح عندها دي المدرسه اللي بتروح تاخد عندها درس دي ما بتركزش معاها؟ اغني مين يا ايوه المفروض تديك اغاني. المس بتاع عايز السؤال ده يعني اي سؤال تاني بلبس بتشغل لهم مهرجانات هناك. انت فكرت هو عارف ايه اللي جاب هو عارف الاغنيه؟ انت ما تعالش يا عايز اللي فنانه 6-1 لينا. الجو حر يا ادم والله العظيم بجد. انا عايز ده انا عايز اثنين عليا والله. خدهم انت ده عقابك على فكره. خلاص تنسحب يا عم. احنا ما بنستسلمش ما بنستسلمش. طب يا ابني لو كسبت الاثنين كده كده مش ما بقى اربعه ده يا ست. بس لما يبقى 6-4 احسن من 6 صح؟ قرب الفرق بس 6-2. السؤال الجاي بيقول من هو ما بفكر والله من هو مكتشف الجاذبية الأرضية؟ أحمد شيبة. مين؟ أحمد شيبة. أحمد شيبة إجابة صح. أحمد شيبة إجابة صح. أحمد شيبة إجابة صح. أسرع مكتشف الجاذبية الأرضية يا جماعة أحمد شيبة. هو أنت شايف أنت بتجيب الأسئلة يا ابني يعني اكتشف الجاذبية الأرضية أحمد شيبة. طبعا يا جماعة مامة آدم ودودو الاثنين طبعا فرحانة جدا. خالص والله ده أنا متضايقاني كده. ننسحب غمض آخر واحدة آخر سؤال معلش غمض عينك خلاص. آخر واحد يا جماعة. آخر سؤال. استغفر الله العظيم يا رب. والله العظيم يا آدم أقسم بالله ما عارف أقول لك إيه. أقسم أنت ما فكرتش معايا. ما فكرش؟ فاشل؟ معلش غير الفستان ده بسرعه. معلش يا دودو روح عند ماما تغير الفستان بسرعه. معلش بسرعه خش بسرعه يلا بسرعه خش جوه غير الفستان. معلش استغفر الله العظيم يا رب. يا هو ده اللي انت فالق فيه؟ بسرعه يا ايس. فالق بس في الالعاب والبلاي ستيشن والحاجات اللي في البيت دي كلها. انما يلا في الحاجات دي مفيش. يلا ما تفكرش معايا. هو كان بيفكر معاها درس وبتروح وكل حاجه بتروح. ممكن بس بقى عشان نقول لك على حاجه كده كده حياتنا ان انت معلش وقفنا كده. انت دلوقتي لو سالناك مين اشطر انت ولا ايزل؟ مش عارف.
طيب ازاي انت؟ عادي. طب انا عايز اقول لك على حاجه قدام الناس، تمام؟ ان انا وابوك ما بينك ما بينك صلاه كبيره. من هو يا رب؟ لا تعرف والله يا عم. المقلب خلص في ادم، ادم شيل المقلب. ايسل اقسم بالله ما تعرف ان احنا بنعمل فيه مقلب، احنا بنغششها بس هي ما تعرفش. انا كنت بغششها كده. هم مستنيينا. بصوا يا جماعه، طبعا اهم حاجه اللي عجبهم المقلب في ادم واللي عجبهم الاسئله. مين سعيد زعبون ده؟ انت عارف يا جدعان، اعملوا لايك لو عايزين الجزء الثاني من المقلب ده. وصلوا الفيديو ده 100,000 لايك، واحنا دلوقتي هنعمل مقلب في ايسل. هحط لكم لينك الفيديو في اول الوصف وفي الوصف تحت، روحوا شوفوه. روحوا شوفوا المقلب هنعمله في ايسل دلوقتي. ادم هنشوف بقى المره دي، ادم هيبقى معانا، هيبقى فاهم احنا هنعمل في ايسل. هينزل عندي على الصفحه على قناه اليوتيوب، هتلاقوه في الوصف في الديسكربشن. كل الناس تروح تشوف الفيديو بعد ما خلصتوا الفيديو لو عجبكم، روحوا شوفوا اللي هنعمله في ايسل. عايزين نزعق ولا من ميوت بغشش احمد شيب. احمد شيب اللي غني. كانوا عمال يقول لي انت طارق مين؟ انت بعد انا مش عارف، احنا بوظنا معلومات. لا انا مديله بس معلومه صح والله، مفيش غير بس عشان القران ما ينفعش. وانا مديله مساله حسابيه اقسم بالله. ده قال لك 120 2 في 10 ب 20 زائد، يعني المجموع كله مثلا في 24 25. انت كاتب لي 120. انا قعدت افكر قلت كده ازاي؟ قلت قال لي 120. طب انا عايزك تغير بسرعه. هي بسم الله ما شاء الله عليها قالت 120. ايه احنا بنغششها كل حاجه يا حبيبي؟ هي ما تعرفش انها فيها مقلب. تمام، احنا بقى نظبط نحضر مقلب. خش انت غير بسرعه، اطلع لماما. يلا يا جماعه احنا خلصنا الفيديو ده، تكون عجبكم اروح بس لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد في القناه هنا عند كينج رات اخويا. ان شاء الله لو الفيديو ده جاب رقم كبير وعجبكم ادم مع ايسل واحنا الجروب مع بعض هنعمل فيديوهات ثانيه كتير حلوه. اهم حاجه اللايك وشير وسبسكرايب. روح شوف الفيديو بسرعه، شوف الملف في ايسل تحت ونشوفكم فيديو جديد. باي.